كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية لكل القائمين على مشروع تنمية الأسرة المصرية، داعيا إلى التكاتف والعمل من أجل محاربة الفقر والجهل. كما أكد الرئيس أن هذا المشروع لا يهدف فقط لتنمية الأسرة وإنما لتنمية الدولة ككل. أتصور أن أنا أوجه كل التحية والتقدير للقائمين على الإعداد المشروع، وإن احنا نتحرك فيه كلنا مع بعض، زي ما اتقال مش الموضوع ده مش وزارة الصحة ومش التضامن الاجتماعي، ده كلنا مع بعض، جامعات أهلية، أتصور الجامعات، أتصور الإعلام، أتصور زي ما اتقال كل المحاور اللي ممكن تشارك. من فضلكم الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده هو مش بس تنمية الأسرة المصرية، هو تنمية الدولة المصرية. محاربة الفقر والجهل والتخلف ده أتصور كلنا محتاجين نحط إيدينا في إيدين بعض فيه عشان نتحول لعكس الكلمات ديت.